يقول السائل: هل يجوز أن يخاطب الله عز وجل بهذا القول: كتبت لك البقاء فدمت حيا؟ ما يقال يخاطب الله، يقال يدعى الله جل وعلا. أو نعم، ولا أصل لهذا الكلام كتبت لك البقاء، لا أصل له. الله جل وعلا يقول: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ولا يقال كتبت البقاء لك، وإنما يقال أخبرت بأن لك البقاء والدوام، وأن من سواك يموتون، أخبرت، ما يقول كتبت. نعم.